طب احنا عندنا طبعا ازمه كبيره في مساله، او كان عندنا ازمه كبيره فيما يتعلق بمساله رحلات العمر، وللاسف الشديد كان في هناك ناس بتروج كذبا لرحلات عمره وتخفيضات وقصص ومش عارف ايه، والناس دي لا معاها لا تراخيص ولا معاها اي حاجه على الاطلاق. وتخيل انه النصب يصل الى انك تنصب على الناس في دينهم، تنصب على الناس في عبادتهم، تنصب على الناس في حج وعمرة، شيء غريب جدا يعني. المهم الحكومة قالت احنا هنعمل حاجة اسمها منصة للعمر، يعني تقدر عن طريقها انك تقدر بقى انك انت تحجز رحلة العمرة بتاعتك ان شاء الله، وبالتالي هتبقى الشركات اللي مربوطة على هذه المنصة هي شركات يعني سليمة لو صح التعبير، مراجع عليها، تراخيصها سليمة، إلخ 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 إلخ. حلو كده؟ خلونا نحاول بس نفهم اكتر على مسألة ما بين النصب في رحلات العمرة وما بين المنصة الحالية. معانا أستاذ أشرف شيحة، عضو غرفة السياحة الدينية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بمشاهديك الكرام. إزاي الصح؟ كله تمام الحمد لله. خليني الأول أرجع على المسألة بتاعت أنه كان هناك بعض الشركات للأسف الشديد بتتاجر بأحلام الناس في أداء المناسك بتاعت العمرة، وإحنا خدنا قرار أنه يتم غلق مثل هذه البوابة تماما بخلاف مطاردة الشركات وملاحقتها وغلقها، فإنه الحكومة أو يعني أسف مجلس النواب بيوافق على مشروع قانون بوابة العمرة. بوابة العمرة ده هيحللي الأزمة إزاي يا فندم؟ اولا احب بس اوضح ان ما كانش الشركات اللي بتنصب على المعتمرين، ولكن هناك بعض السماسرة او بعض المكاتب التي تحصل على ترخيص وهمي وتدعي بانها شركات تنصب على المعتمرين. يعني ايه ترخيص وهمي؟ هو يا ترخيص يا مش ترخيص. لا، في ترخيص وهمي ان هو يحط يكون عنده مثلا مكتب للخدمات السياحيه بياخد من المحليات مثلا، فيروح كاتب شركة سياحة مش مكتب خدمة. ماشي. في فرق بين الاثنين كبير جدا. كويس. أو إنه يعمل مكتب وهمي وليس له ترخيص فعلي حقيقي، وده بيحط نفسه تحت طائلة القانون، ولكن البسطاء من مواطنين ساعات ما بيفرقوش ما بين مكتب له ترخيص ومكتب ليس لديه ترخيص. من هنا انتقلت فكرة أن يكون هناك منصة أو بوابة إلكترونية تتماشى مع التطور العصري للتكنولوجيا أولاً، ثانياً تتماشى أيضاً مع الطفرة الكبيرة التي تحدث في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، وأيضاً هي بتحمي أو بتحقق ثلاث أهداف. الهدف الأول هو حق المواطن أن يؤدي هذه الشعيرة دون أن يكون هناك أي ابتزاز أو نصب عليه بأي صورة من الصور. كويس. ودي مسؤولية الدولة، وأن يؤديها باحترام وبكرامة ودون أن يتعرض لاختباش أو أي سمسرة عليه أو تلاعب أو أي تخلفات تحدث في المملكة العربية السعودية. وبالتالي ده الهدف الأولاني من إنشاء البوابة. الهدف الثاني أن يكون هناك سيطرة كاملة من الدولة على مثل هذا النشاط لمواطنيها. كويس. وأن يكون لديها الرقابة أيضا من خلال وزارة السياحة على أداء شركتها. الهدف الثالث أن يكون الحق الأصيل والفني في تقديم الخدمة لشركات السياحة دون غيرها. الثلاث أهداف دول عشان يتحققوا اتعملت وانشأت قانون للبوابة أو للمنصة الإلكترونية بمثل هذا النشاط، وتم إصداره من قبل مجلس الوزراء، وتم تحصينه ايضا بالنقاش الذي تم من خلال مجلس النواب واقرار هذه البوابه في هذا الاسبوع. وبالتالي من هنا بنطلع بان في شركات السياحه بتقدم كل ما يفيد انها قادره على اتيان مثل هذه الخدمه، ويكون لديها ترخيص، ويكون لديها ايضا عقد مع وكيل سعودي بيقوم الخدمه في داخل الاراضي السعوديه، بيكون المربوطه بشركات الطيران حتى يؤمن لهم تذكره او وسيله النقل اللي هي بالطيران بجميع انواعه،
وشركاته. كل الكلام ده بيبقى مراقب إلكترونيا من خلال الدولة متمثلة في وزارة السياحة. عظيم جدا. طيب ده معناه انه هذه البوابة هي اللي انا هخش اقدم عليها، انا مش هروح شركة تاني. لا انت بتخش على البوابة بتفتح مثلا عايز 4 نجوم يطلع لك كل الشركات 4 برامج، عايز 5 نجوم كل الشركات 3 نجوم باماكنها، زي ما تيجي تحت الطيارة وتقول انا عايز اسافر لاي مكان في العالم، فعايز ارخص شركة ممكن توديني في التوقيت الفلاني. هل كل تعاملاتي هتبقى عن طريق البوابة يا فندم؟ التعاملات المالية يعني؟ الدفع الإلكتروني والتقديم الإلكتروني وحتى التأشيرة الإلكترونية والباركود الإلكتروني. بعد كده خلاص أنا هيبقى مش محتاج إن أنا أنزل من بيتنا أروح الشركة اللي في آخر الشارع حتى لو كانت مسجلة وموجودة على البوابة، أنا هعمل كل ده عن طريق البوابة بتاعتي. شوف حضرتك هو بتبقى ليها الحياة العملية بتاعتها، أنت ممكن تعملها منطقي، الناس عارفة في التكنولوجي، فلذلك ممكن الناس تعملها من خلال لو واحد من خلال سكرتيرته، من خلال بنته، من خلال ابنه، من خلاله هو شخصيا، من خلال انه يتوجه لشركة السياحة وشركة السياحة تعمل له هذه الخدمة وهو قاعد وتساعده الكترونيا ان هو ينفذ الخدمة اللي هو عايزها. كل الكلام ده متاح، ولكن لن تكون هناك اي اجراء الا من خلال هذه البوابة، حتى تكون تحت مرأة وسمع في الأداء وفي الخدمة وفي التنفيذ من وزارة السياحة، وحتى أن كل ما في هذه البوابة في داخلها هو المؤمن والمضمون للمواطن. طب بخصوص مثلا الشهادات الطبية اللي بتطلب وما إلى ذلك، دي أنا هروح أسلمها بقى بنفسي ولا هيبقى ليها وسيلة؟ بترفعها على الموقع يا فندم. بتتحط برضو على المنصة؟ بترفعها على الموقع وبيرفعها الكترونيا على طول. رائع جدا، اشكرك جدا 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 استاذ اشرف شيحه، عضو غرفه السياحه الدينيه.